طيب حضرتك قلت لي واحنا بنتحاور في موضوع ان حضرتك ارتكبت اخطاء في حق الفئة دي من الناس، وقلت لي 3 اخطاء، ممكن تشرحهم لنا بعد اذنك؟ ارتكبت اخطاء وانا اسف عليها، واذا كنت جرحت مشاعر احد اخوتي او اخواتي او ابنائي او بناتي انا بتاسف على الهوى، ويا ريت بدل ما اقعد ارتكب الاخطاء اصلحها، وربنا بيقدر يغير اي حد. طبعا طبعا. اول خطا لما كنت بشوف حد كمريض او اعرف ان فلان كذا، حتى لو انا ما اتكلمتش داخليا في مخي وعظت صدوم وعموره الناريه. قصه صدوم وعموره كلنا عارفينها، وربنا حرق المدينه لاصرارهم على قضيه الشذوذ اس اس ايه، وانا سمعتها كذا مره الكلام ده اللي انا كررته بدون ما ابحث في ايه الموضوع. حضرتك لما تبصي على العهد القديم تلاقي الذي يجب قتله قتله حسب ناموس موسى. الشاذ جنسيا الاس اس اي، الزاني والزانيه، عشان كده في يوحنا 8 مسكوا المرأة التي في أمسكت في ذات الفعل وجابوها له للمسيح عشان يبتدوا يجموها. طبعا الراجل يا إما اداهم فلوس يا إما هرب، بس مسكوا الست. بس الزاني والزانية بحسب العهد القديم الاثنين يرجما الاثنين. طبعا، بس هم جابوا الست، بس جابوا الست لأن مجتمع ذكوري كله فريسيين، فهي دي الزانية. هم مش شايفين أي حاجة غلط هم بيعملوها. المسيح طبعا برقته وحنانه كتب على الارض عشان كل واحد يشوف خطيته، ده انا عملت كده الاسبوع اللي فات نهار اسود، يمشي بدون ما يجرح مشاعر حد، لا هم ولا هي. كمان في العهد القديم اللي يكسر السبت، وفي العهد القديم اللي يشتم ابوه او امه يرجم. انا عشان قضيتي كانوا هم وحشين الشاذين، ما فكرتش الا بدي. صدوم، قصة صدومة، الوعظة بسميها أنا كده النارية لسدوم وعمورة. زائد لما تقري في تكوين 19 لوط اللي هو كانوا عايزين يخشوا بيته بيكلم الإخوة اللي عايزين يكسروا الباب في العادة موجودة، بس أنا ما شفتهاش، قريتها النهاردة الصبح ما شفتهاش تاني. يا إخوتي لا نفعل هذا الشر. يا إخوتي، أنا ما كنتش بقول لهم يا إخوتي. فعشان كده حضرتك اعتبرتها خطا انت كنت بترتكبه، ان انت ما بتقولهمش يا اخواتي، يبقى واخدهم في زاويه اخرى، زاويه اخرى مختلفه عني، يبقوا وحشي. فده كان خطا متعب ليهم، واحتجت ان اغيره. بس كان في خطاين تانيين. اتفضل. لما تكلمي اي حد في الشرق الاوسط انكلودينج مي، في مخنا حتى لو ما قلناش يعني في اللا شعور، ساعات الانسان يبقى عنده الفكره حتى لو ما قالهاش لانه مؤدب. او مؤدبه. الخطايا مترتبه، الخطايا مترتبه درجات. قاع الخطايا في مخ الشخص، قاع الخطايا هي الخطايا الجنسيه، كانها هي اكبر خطيه، اكبر خطيه. اوكي. وقاع الخطايا الجنسيه الشذوذ. فأنا لما كنت بعرف إن حد شاذ أو بنت من بناتنا عندها انجذاب للبنات، أنا في مخي في اللاشعور في عقليتي دي في قاع الخطايا البشرية اللي هي مفيش فيها أمل، اللي مفيش زيها خطايا، مفيش زيها خطايا. بينما الكتاب يقول لي إيه؟ من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل. فقد أخطأ في الكل. نشوف بقى معلمنا بولس الرسول. آيات ياما عديت عليها وقريتها بس ما شفتهاش. ما جاتش على، وقفت على كلمه معينه لانها تخدم قضيتي بتاعت الشاذين الوحشين. لا يرتقوا الى مستوايا. بولس يقول لنا ايه في كورنثوس الاولى 6:9-11؟ ام لستم تعلمون ان الظالم، هي لستة اللي ما يخش مش هيخش ملكوت السماوات،
الليسته اللي جايه دي كلها دول اللي مش هيدخلوا ملكوت السماوات. صح. فهي اتفضل. لو شلتي مضاجع الذكور بينها انا اي كواليفاي لكل بقيه الخطايا. واو واو. ظالمين اكيد ظلمت طبعا وخدت حق بتاع حد او ظلمت حد في الاوبينيون فكريا حتى او ظلمتهم فكريا كتير قوي وانا ساكت. ما ده ظلم. صح. اتعاملوا بطريقه وحشه من المجتمع الشرق اوسطي ومني. ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله. لا تضلوا لا زناه. نخلي بالنا المسيح لما قال في الزنا قال ايه؟ مش واحد بينام مع واحده. المسيح قال اذا نظر رجل الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. في قلب. مش عايز اقول قبل الجواز عملنا ايه. والزنا ده بقى ايه بقى؟ الزنا باللمس والفكر والعاده السريه والافلام الاباحيه وكل انواع الزنا التي لا تتكون من زنا واحد نايم مع واحده. ولا عبدت اوثان. ما يقصدش عبدت اوثان بجيب تمثال اسجد له. لا ده حبي لاولادي عباده. لو زياده بيعطلني عن ربنا يبقى عبدت عباده اوثان. صح. حب للمال. حب المال. حب للذات. حب للمقتنيات. حب للشهره. كل ده عباده اوثان. اوكي. صح. ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور. انا حاططها بالاحمر ان دي الوحيده اللي كنت بشوفها. بسيب كل ده وباجي على ولا سارقون. في حد في حياته عمره ما سرق؟ مش سرق يعني خطف فلوس، غش، خد غشوه، غير ذمته عشان فلوس، غش في الامتحان، غش في الامتحانات، خبى حاجه ما كانش بابا وماما عايزين يعرفوها. ما هو كل دي سرقه. سرقه مش هروح البنك واعمل لهم مسدس. لا لا. ولا طماعون. ياه الطمع مال الدنيا. ولا سكرون ولا في حد ما شتمش. في حد ما شتمش. لو انتوا يا جماعه عمكم ما شتمتوا يبقى انا في حاجه غلط بقى، ما جيش تاني. ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني كل الخطايا دي كلها اهي مش هتدخلنا ملكوت السماوات، لكن احنا مش شايفينها، شايفين بس كلمه في وسط الهاله دي كلها، شايفين كلمه مضاجع الذكور. انا ممكن اقول لحضرتك حاجه اخطر من كده؟ اتفضل اتفضل. اخويا واختي اللي عندهم اس اس اي، اللي عندهم سيم سكس اتراكشن، اللي عندهم جاذبيه لنفس الجنس، احتمال يتغير ويتوب اسهل من ان انا اللي متكبر وبقعد بحكم على الناس داخليا، لان انا خطيتي داخليه محدش بيشوفها، بس بقول ده وحش وده وحش وشوفي دي لابسه ايه وده بيعمل ايه وده غضوب وده اوكي. فهي خطيتي داخليه، احتمال ان اتوب عليها او اتوب منها قليل. الاخ بتاع مضاجع الذكور او الاخت بتاعت مضاجع الاناث ممكن ربنا يلبس قلبها لما نخش في اسباب الحاجات ديت وتتوب. فانا في موقف اخطر منهم. وزائد لما تكملي الايه معلمنا بولس بيقول ايه؟ وهكذا هكذا كان اناس منكم، من كل الانواع دي كان في ناس بس تابوا وتغيروا، بيقول لهم خلاص ده اللي فات، اللي فات مات، انتهى خلاص، انتهى، المسيح دفع الثمن. انا ما شفتش دي برضه. فدي دي اللي حضرتك بتعتبرها انها خطا منك لهؤلاء الفئه من الناس. طبعا طبعا. اكمل في اخطائي هم ثلاثه. اتفضل. ده اوكي، احنا جايين نتعلم سوا. طبعا الموضوع مش موضوع شهره وافتخار، الموضوع عندنا حلو جدا مش... ان الدكتور نبيل بيعترف علانية على الهوى هو باخطائه، لان الانسان اللي بيغلط لو فضل مستمر في غلطه من غير ما يعترف بيه يبقى عمره ما هيصلح نفسه، لكن لما بيعترف بيه بيصلح نفسه وبيقول للناس انا اخطات ودي كانت غلط. فالحلاوه ان الواحد يعترف بغلطه وما يستمرش فيه. اشكرك جدا على هذه اللفته الجميله اللي فعلا بنتعلم منها كده.